مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا، حياكم الله في حلقة جديدة من مشوار. مشوارنا اليوم بناخذكم في رحلة جوية وراح تكون مخصصة لمحبين الطيران اللاسلكي. حياكم الله مشاهدينا، طبعا نرحب بضيفنا في مشوارنا لهذا اليوم سعد العجمي. ابو عبد الله مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، حياك. اخوي سعد، اذا بنتكلم عن هذه الرياضة ومشوارك مع هذه الهواية، متى بلش؟ والله هوايتي هذه بلشتها من صغر طبعا، فعليا بالريموت كنترول بلشت فيها تقريبا من سنة 96 او 95. ما شاء الله. اي والله الى اليوم الحمد لله. هذه الصغار طبعا البداية لازم طيار صغار، هذا لابد يعني. اي والله، بس الحمد لله مثل ما تشوف الحين تطورنا وصارت في مشاركات خارجيه وكذي والحمد لله يعني. حلو. اي والله احنا راح نوصل للمشاركات الخارجيه، لكن قبل لا نروح للمشاركات الخارجيه محليا، اول ما بلشت فيها ما لقيت فيها صعوبه؟ اللي هي بالضبط طيران. الطيران بالبدايه كان فيها صعوبه شوي، اي واحد كبدايه في صعوبه، بس طبعا ما بدينا في الطيران الحقيقي الفعلي، بلشنا في جهاز السيموليتر. حلو. اي نعم، وتمرنا عليه الى ان خذينا الاساسيات اللي هي التيك اوف واللاندنج، مثلا شلون ترجع الطياره على المدرج والاساسيات. حلو. والحمد لله الى ان تطورنا وطبقنا في الطيران الفعلي في الطيارات للترينر حق التدريب. في طيارات للتدريب؟ للتدريب نعم، تكون طبعا احجامها اصغر، تكلفتها اقل، اسهل في الطيران، يعني مو طيارات البروفيشنال اللي تكون مثلا احجامها كبيره. صحيح. او مكلفه، او مثلا يعني تكون سريعه حركتها حق المسابقات او شيء، تكون شويه اهدى للترينر يعني. طيب السيميليتر، ايش قدر تنصح الاشخاص اللي بيمارسون هذه الهوايه؟ اي نعم، انه يتدربون على السيميليتر. والله السيميليتر افضل شيء، كل واحد على حسب استيعابه. في ناس مثلا ممكن يقعد مثلا شهر. انا اتكلم عن الناس اذا تبي تتعلم بالسيموليتر 100%. اي شهر تقريبا، وفي ناس ممكن تتعلم خلال اسبوعين. حلو. إيه؟ يختلف هذا من شخص لشخص. من شخص لشخص بالضبط. وهي كالاساسيات سهله يعني، كتيك اوف لاندنج يعني ما يبي لها يعني مو ذاك الصعوبه. اصعب يعني. جزئيه شنو اصعب جزئيه؟ لما تيك اوف ولا اللاندنج؟ صراحه اللاندنج؟ لما تنزل لاندنج شويه على حسب الهواء، يكون اتجاه الهواء مثلا كروس ويند يكون الهواء، او مثلا يكون على جنب ما يكون على سنتر رانوي، فشويه تختلف، تكون في صعوبه في اللاندنج شويه. حلو. اي نعم. على الطالع يا تتابعون النشرات الجويه؟ والله نتابع للامانه، في ايام مرات قبل لا نطلع نروح نطير في الويكند يعني نتفق مع الشباب على حسب الجو، مرات يكون الهواء مثلا سرعته 50 60، هني لا صعبه للامانه. ما تطير هني في هني ما نطير، لان ما راح تصير فيها متعه. صح. راح تتاذى اكثر من ما انت قاعد تستمتع يعني. بس اذا في هواء اقل يعني، انتوا لي اي درجه ممكن عادي نطير حتى لو فيها صعوبه؟ والله شوف، اقصى شيء نطير فيه ونكون يعني مستمتعين يعني لا باس يعني يمشي يعني ان اليوم ان نطير تقريبا 35 30 يعني. هذا اقصى شيء يعني. في صعوبه بس انه في صعوبه ممتع. لكن اي مو ما يكون يعني مرتفع الهواء زياده عن اللزوم يعني. عدل. اي نعم. اما المتعه الحقيقيه لما يكون ما في هواء، اتوقع. اكيد هذه المتعه، هذه عاد تاخذ راحتك اذا ما في هواء، كل الحركات بدها تطلع. اكيد اي والله. حلو. نعم. يمكن هذه الرياضه ايضا نشوف انه في قام يصير عليها اقبال. نعم. الشباب الصغار، الاعمار الصغيره، قاعد يقبلون على هذه الرياضه؟ والله في بس قله. ليش؟ لان اكثر يعني الشباب الصغار يتجهون الى السيارات كاسهل شويه، الطيارات يبي لها شويه مجابل وتكلفه، ممكن حتى على ولي الامر ممكن تكون تكلفه كبيره يعني. فبالعكس قاعد يقبلون عليها بس بشكل يعني جدا بسيط يعني. التكلفه وين تكون؟ بالبادي نفسه، بالماكينه نفسها؟ كبدايه لما تاسس مثلا نفسك في الهوايه، الريموت كنترول، المحرك مال الطياره، الماكينه يعني. حلو. البادي، تجمع الطياره، هذه شويه مكلفه، حتى بعدين لا تمرن يعني لو يكسرها هم راح يضطر يشتري واحده ثانيه، فهذه المكلفه فيها شويه يعني. ابو عبد الله، اول ما بلشت كم طياره كسرت؟ والله للامانه انا مو اول ما بلشت، انا حتى وانا الحين يعني هم في شوي تكسير. تصير هذه وهذا شيء طبيعي. اي نعم. حلو، عساك الحمد لله. الله يقويك. راح اكمل معك حوارنا طبعا ابو عبد الله، لكن من بعد هذا الفاصل. حياكم الله، مستمرين معكم في مشوار، ومشوارنا مع سعد العجمي. اخوي سعد، اذا بنتكلم لهذه الهوايه بعد ما اصبحت ايضا رياضه، يعني انا قاعد اسمع ان في هناك لها مسابقات. نعم. مسابقات عالميه كذلك. بالضبط. شنو نوعيه هذه المسابقات؟
والله في مسابقات اللي انا مختص فيها او انا اللي يعني مثلا اشارك فيها. حلو. اللي هي مسابقات الفري ستايل، العرض الحر، انزين، ومسابقات الاي ماك اللي هي تجيك على جدول. حلو. وتطبق الحركات، طبق اللي مكتوب بالجدول، يكون معك مساعد. ممتاز. هذه يسمونها اي ماك، بطولات الاي ماك. حلو. وتطبق الحركات، وافضل واحد يكون حركاته يعني مطبقه 100% على الجدول. حلو. هذا اللي ياخذ الدرجات الاعلى. الاعلى. اي. والفري ستايل العرض الحر طبعا على حسب طيرانك، تناغم الطيران مع الموسيقى. حلو. مثلا وحركاتك انه مثلا تكون يم الارض، بس طبعا ما تلمس الارض. كلش ما تلمس الارض، اذا لمس الارض اوت. يم الارض. اي يم الارض. وترد مره ثانيه. اي. وهم يقولوا يغيمونك ان احترافيتك انك تقرب يم الارض بس ما تحوشها. حلو. انه على اساس انه والله لا هذا عنده تمكن. صعوبة فيها. زائد انه يكون طيرانك مع الموسيقى. يعني تخيل انت تركب هذا على هذا، يصير فيه في صعوبه شويه. صح. فلازم تضطر انك تتدرب شهر شهرين قبل اي مسابقه. يعني قبل اي مسابقه ايش كثر تتدرب؟ والله اذا في مسابقه يعني مثلا قويه برا، في مثلا اوروبا او شيء مثلا، يعني عادي تتدرب قبلها بشهرين، يعني شهرين ثلاثه. كم ساعه في اليوم؟ طبعا نص ساعه، ساعه. لا 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 لا. أكثر. لا اي مرات نطلع الصبح نرد قريب المغرب يعني. ولا درجه؟ اي بس لا طبعا هاليوم هذا كله طبعا تطير 4-5 مرات او ايه. 6 مرات يعني. حلو. ما تطير يعني مثلا طول اليوم لا. ايه وتريح. ايوه تطير شويه وتريح يعني. ايش كثر تعطيك هي وهي بال والله بالهواء يعني كم يعني طيراننا احنا بالكثير 10 دقائق يعني. 10 دقائق. 10 دقائق هي تعطي اكثر، ممكن توصل ربع ساعه. ولكن انت لازم احتياط تنزل قبلها على اساس انه يكون حتى التانكي مال البنزين يكون في بنزين على اساس احتياط لا تطفي او شيء لا سمح الله. صح. اي نعم. وبس وبعدها تريحون شويه. تريح شوي. وبعدها ترد مره ثانيه تطيرها. بالضبط. تعبيها بنزين. تعبيها بنزين وحتى حق الماكينه ترى هم يعني لازم تريحها. لازم تريحها. لازم تريح الماكينه. حلو. كمسابقات كانت في لك مشاركات قبل فتره او مشاركات قادمه؟ والله كمشاركات انا عندي مشاركات وايد للامانه. اي نعم. نبي ابرزها ان شاء الله. ابرزها مشاركه ايطاليا. حلو. شاركت في ايطاليا، هذه قصتها قصة إيطاليا. حلو. هذه أنا المفروض كنت من 5 الأوائل. طيب. يعني كطيران يعني أعطيت يعني على قولتهم كل ما عندي فيها. حلو. ولكن سبحان الله تعديت اللاين مال يعني اللاين حاطين في لاين على السيفتي. اي. على أساس إنه لا تعداه يعني. وأنت طفته. طلعت تخطيته بس أنا ما أدري. بعدين تالي قالوا لي إن هذا اللاين ليش تعديته، فالحمد لله على كل حال، بس كتمثيل مشرف وطيران الحمد لله. الحمد لله. اي والله. وعندنا اخر مشاركه اللي هي 2020 كانت في المملكه العربيه السعوديه. حلو. بطوله القصب تحت مظله الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكيه. ممتاز. والحمد لله انا حصلت على المركز الاول، والحمد لله كنا سعيدين في هذه المشاركه وحسينا انها اضافه حلوه لنا يعني في 2020 يعني. رب يوفقكم ان شاء الله ودائما موفقين في البطولات الخارجية. نعم. اللي تمثلون من خلالها دولة الكويت وترفعون علم الكويت عالي في كل المحافل. أجمعين يا رب تسلمون، ما قصرتوا على هاللقاء الطيب، وإن شاء الله من إنجاز إلى إنجاز إن شاء الله. وياكم أكيد كل شكر لك، والشكر لكم مشاهدينا وين ما كنتوا. انتهى مشوارنا لهذا اليوم، لكن نوعدكم بمشوار جديد غدا بإذن الله. نترككم حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.